ايوا طبق الحلزون ولا كما نقولوا له في جهتنا البوجغللو. ايوا حجبك. طريقة الطبخ تاعو جد سهلة. تحط الماء يغلي ابري تحط الحلزون يغلي لمدة تتراوح ما بين 15 حتى 30 دقيقة، بعد تنحيه من القوقعة تاعو ابري تنزعلو الاحشاء تحطو يغلي دوزيام فوا باه يتنيطوايا مليح، تحطو يتقلى وفي لافان ديرلو شوية جومبو وبيان سير لي زيبيس.